8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكدت الحكومة عدم صحة ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بشأن بيع حديقتي الحيوان والأرمان، مشددة على أن الحديقتين تتظلان تحت ولاية وزارة الزراعة. وفي هذا الصدد أشارت الحكومة إلى أن الحديقة تعرضت للإهمال خلال العقود الماضية، حيث لم تشهد أي تطوير يذكر، مما أدى إلى خروجها من التصنيف العالمي لحدائق الحيوان ونفوق العديد من الحيوانات. وفي إطار توجيهات القيادة السياسية، فقد سعت وزارة الزراعة إلى عرض مسألة تطوير الحديقتين بشكل يساهم في إعادتهما إلى وضعهما السابق لتقديم خدمة متميزة لشعب مصر العظيم. كثفت الأجهزة التنفيذية من رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتسهيل حركة المواطنين والسيارات بالشوارع الرئيسية والكباري والأنفاق. وأكد المحافظون أن جميع رؤساء الأحياء ومسؤولي شركتي المياه والصرف الصحي وهيئة النظافة متواجدون بالشارع ميدانيا، مشددين على كافة المسؤولين التنفيذيين بالتعامل السريع مع الشكاوى التي ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وإزالتها على الفور. تفقد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا القصر الرئاسي والمحكمة العليا فور عودته إلى برازيليا بعد اقتحامها من جانب أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو. وشدد الرئيس البرازيلي على أن الديمقراطية تضمن حرية التعبير، لكنها تتطلب أيضا احترام المؤسسات، متعهدا بمحاسبة كل من يقف وراء تلك الأحداث. وفي وقت سابق أصدر الرئيس البرازيلي مرسوما رئاسيا لفرض القانون والنظام للسيطرة على أعمال الشغب في العاصمة، حيث ستتولى قوات الأمن الفيدرالية مسؤولية تأمينها حتى نهاية الشهر. هذا واعتقل 150 شخصا على الأقل من أنصار رئيس البرازيل السابق جاير بولسونارو بعد أن تمكنت قوات الأمن البرازيلية من استعادة السيطرة على القصر الرئاسي في العاصمة برازيليا. كما تمكنت قوات الأمن أيضا من استعادة السيطرة على البرلمان والمحكمة العليا. ومن جانبه أكد الرئيس البرازيلي السابق أن المظاهرات السلمية جزء من الديمقراطية، ولكن اقتحام المباني العامة يمثل تجاوزا. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تصد الهجمات المتواصلة على مدينة باخموت في منطقة دونباس الشرقية وتحتفظ بمواقعها في سوليدار القريبة في ظروف صعبة جدا. وأضاف زيلينسكي أنه على الرغم من تدمير معظم مدينة باخموت، فإن الجنود الأوكرانيون يصدون المحاولات الروسية المستمرة للتقدم. وانتقد زيلينسكي مجددا ما قال إنه عدم احترام روسيا للهدنة التي أعلنتها بمناسبة عيد الميلاد بشنها هجمات على المدن الأوكرانية. أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات قتالية حول تايوان في ثاني تدريبات من نوعها خلال أقل من شهر. وقالت قيادة المنطقة الشرقية بالجيش الصيني إن قواتها نظمت دوريات استعداد قتالي مشتركة وتدريبات قتالية فعالية في البحر والمجال الجوي حول تايوان. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.